بداية اللقاء بص بقى، كوت ديفوار لعبت على الجزائر 4 3 3 فلات، بمعنى الثلاثة اللي في نص الملعب كان فرانك سي، سوري جام ميشيل سيري، فرانك سي على الشمال، وابراهيم سنجاري ابراهيم سنجاري على اليمين. ده ثابت، ميشيل ده ثابت، وكل واحد من دول بيتحرك بيدافع ويهاجم في الخط بتاعه، واول ما دول يزيدوا سواء سنجاري او كيسيه كان ماكس جريدل ونيكولاس بيبي الاثنين بيخشوا، وسباستيان هالر بينزل لهم تحت كتسعة ونص، فبيفضل الحته اللي في ظهره. عشان كده لما تشوف الاجوان كلها هتلاقي سباستيان هالر جاي كده وجايب معاه واحد اثنين، تسقط لكيسيه في ظهر الخط الدفاع يحطها. الجون الثاني بنفس الطريقه، الثالث اللعب كله ناحيه شمال تتنقل في الناحيه العكسيه في ظهر الباك ليفت، يخش بيبي يعملها كده ويروح في الجون. فاللي انا عايز اقوله وبمنتهى السهوله على فكره، بمنتهى السهوله هم بيلعبوا 4 3 3 طايرين كل واحد في اللي انت عايز تلعبها، اللي انت بتفكر تلعبها، بس انت بتلعبها كومباكت. ازاي؟ انت قافل على الثلاثة بتوعك دول، مش مخليهم على الاطراف، مش بره، انت مخلي الثلاثة ضامين على بعض. وبيتحركوا البندول بتاعهم في 20 متر، لا ده دول البندول بتاعهم في ال 50 متر. ايه المتوقع لفريق كوت ديفوار عامة يا كابتن بكرة؟ بكرة؟ ما هو اللي احنا بنتكلم فيه. بالظبط، هو اللي انت بتتكلم ان سنجاري علي بدر سنجاري ده. وده لازم نشوط عليه، لازم نستغل خطأ ماتش سيراليون، فلازم نشوط عليه يا جماعة، لازم يكون في شوتنج عليه، لأن الراجل في ماتش سيراليون عمل مشكلة كبيرة، الكرة وقعت من ايده وردت وجه هدف التعادل لسيراليون. فده لازم نجرب ونشوط عليه. طبعا سيرجيو ريو وكوسونو وديلي وكونان، سنجاري وكيسي وسيري وجرادل وهالر ونيكولاس بيبي. انا عايز اقول لك ان اللي بره اتقل من اللي جوه. يعني حبيب مايجا ده في سردباك اصلا في ميدز حاجه كبيره جدا. ويلفريد ساها طبعا احنا عارفين، دانيال اكيبا بتاع لاتسيو لعيب جامد جدا. ففي لعيبه في فرقتنا، خلي بالك يعني في فرقه ثانيه. بس انا وجهه نظري ان مهما كانت الاسامي، احنا عارف احنا اتقل عايز تعمل حاجه، احنا اتقل بشخصيه. بالظبط، احنا لو شخصيتنا واقفين على رجلينا وشخصيتنا واقفه. انا يعني انا مثلا فرقه بكره دي لو لعبتها ب 3 4 3 سقطت بس حمدي فتحي كده وحجازي هنا وايمن اشرف هنا، واطلع بالكره زي ما انا عايز، واطير فتوح واطير عمر كمان. بقول لك ينفع كروش؟ لا والله هي الفكره هو بيتكلم صح. بس هي الفكره هل هم اتمرنوا على الكلام ده؟ وده طبيعي ان انت في المنتخبات دي. خلي بالك كابتن، انت دلوقتي مستوى من اللاعبين مستوى فكري وتكتيكي عالي جدا. وبعدين عايز اقول لك بالتالي اما اتمرن بقالي اسبوع، انا بلعب من الاربع هلعب الاربع. فلازم اكون محضر الكلام ده من بدري. ده انا بتكلم فيه، ان انت كمدير فني حتى لو معاك خامات محترمه خامات كبيره جدا، بس انت فلسفتك اللي انت شغال بيها الثلاثه دول هيعملوا ايه؟ ما في ناس بتلعب ثلاثه لغايه دلوقتي بيلعبوا بواحد ساقط واثنين مستقيم لغايه دلوقتي. في ناس ده هو استفاد من، في ناس بتعمل بثلاثه ثلاثه. حمدي فتحي بيعملها في النادي الاهلي، بيسقط والكره مش مع والكره مش معانا، بيسقط خمسه والكره معانا بيبقى هو والاهلي نجح فيها. بس هل هو اتمرن ومرن الناس على كده؟ هي دي هي دي القصه. انا بقول لك هو يستفاد من امكانيات اللعيبه اللي معاه. يا احمد بص، الماتش خلص يوم الخميس صح؟ فانت عندك خمس ايام، لا ماتشنا احنا الاربع، كوت ديفوار والجزائر كان خميس. ماشي، عندك خمس ايام تحضر فيه، لان انت شفت الفرقه بتلعب ازاي قدام عينيك. ده المفروض. انا بقول لك يعني بقول انا من وجهه نظري الشكل اللي انت شفته للكوت ديفوار، الشكل اللي شفته لمصر، منتخب مصر يشتغل بافراد 3 4 3 بس. انا اقول لك 3 4 3 حمدي فتحي طبعا الشناوي، حمدي فتحي لا اديني الباكين الاول بقى كابتن احمد. هقول لك هقول لك بس حمدي فتحي، احمد حجازي ناحيه اليمين، وايمن اشرف ناحيه الشمال. كده الثلاثه دول ماشي. اللي بره هنا فتوح طاير، لان فتوح هيبقى في الطريقه دي طاير شرافي، ودي هتبقى ميزته. عمر كمال هيبقى طاير. اوكي، اثنين ديفندر، تلاعب السوليه مع ان ما فيش غيره بقى. السوليه هو ومين؟ هو سوري السوليه والنني. تمام، الثلاثه اللي قدام بقى صلاح، وهنا محمد شريف. محمد شريف وهنا محمد شريف. لو انت مصمم على مصطفى محمد لازم محمد شريف يبقى هنا، او تلعب محمد شريف ورمضان صبحي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان اللعب ده كله هيعتمد على حاجه واحده، ان احنا نقطع ونلعب في المساحات لصلاح او في المساحات لمحمد شريف، في ما بين ما بين الباك رايت. هتعتمد على كروسات، فانت مش عايز مثلا محمد مصطفى محمد اصلا في حاجه. انا هوصل عشان اعمل كروسات؟ ده انا عبال ما الناس ترجع تدافع من ورا وتطلع لقدام تكون نفسها خلص. لا ازاي يعني؟ هو اصلا انا بقول لك والله راح مطلع مصطفى يعني مطلع يعني عادي. يعني الراجل اللي هيعمل لك كروسات وتلعب بدماغ، محتاجين حد يلعب يعني في البوكس عشان يلعب بدماغه، ورحت رحت شايله عادي. فانا بقول لك اهو، انت عايز ايه؟ انت عايز سرعات من الثبات. مين السرعات اللي من الثبات عندك في الفرقه؟ ثلاثه، محمد صلاح ومحمد شريف
واحمد سيد زيزو. انت احمد سيد زيزو دلوقتي مش هتبتدي بيه، طب ماشي خلاص، يبقى محمد صلاح الناحيه دي، محمد شريف هنا، عايز تحط مصطفى محمد عشان هو اللي يزحلق لهم بدماغه لو انت هتلعب عليه الطويل، موافق. بس على الاقل لازم الاثنين دول يكونوا موجودين، لان دول اللي عندهم الستارتر سبرنت بتاعهم اعلى، اعلى ستارتر سبرنت. لو لعبت طويل مش هينفع مع دول إيه؟ خالص، مفيش طويل مع دول. ما طب ما انا بقول لك ايه، احنا هنلعب على المساحات ما بين سيرجي اوريه وكوسونو ما شاء الله يعني. ماشي، انا بقول لك احنا هنلعب على المساحات ما بين سيرجي اوريه وكورون اللي هو رقم 4 عندهم ورقم 2 الباك رايت، ورقم 4 عندهم او رقم 5 ورقم 3. فانا هلعب على المساحات اللي ما بين اللي ما بين دول. لو انا لعبت في المساحات دي عايز اثنين سرعات كويسه، ولا انا غلطان يا كابتن؟ لا صح، فاسرع اثنين هم الاثنين دول. صحيح، المشكله المشكله ده وجهه نظري.